كما نقولوا من العهد القديمة هادشي، هذا سياسة قديمة هادشي، هذا كيبقاو يتفكروها بهم وصافي. ما تجي الصحراء ولا معروفة الصحراء المغربية، أنا جزائري وراني نقول الصحراء المغربية راه كلشي باين، وبالحق كاينين شي مخلفين شي واحد. وأنا ماشي في مدينة تطوان المغربية في شمال المغرب، اتلقيت بهذا الشاب الجميل تبارك الله عليه، وشافني جر الشنطة ديالي قال لي نساعدك، وانا الصراحة الاول افتكرته مغربي الحمد لله، ومن اللهجة دياله حسيت كده انه مغربي مثلا، مش من يعني قلت من وجدة من بركان، ولكن المفاجأة بالنسبة لي انه طلع جزائري طبعا، وكلنا كجزائريين وكمصريين وكمغاربة كلنا اخوات. حابين نسألك من خلال اقامتك في المغرب، ايش حال بقالك في المغرب هنا؟ انا مغاربه هنايا بالحق، انا عامين ونصف، عامين ونصف انا في المغرب بالحق، ما رانيش نلقى المشاكل هنا في المغرب كمغرب خوتنا، واي واحد راني نمشي لعندو على حسب ما تقول الماكله ولا شي حاجه نمشي عنده ما كيردنيش الحمد لله، بسير بالعكس نقول لي انا من الجزائر قول لي مرحبا بك بلادك الثانيه هذه المغرب بالحق، هذو الناس المغاربه الحقيقيين بالحق. ولكن خلينا نتكلم بالحق، احنا الشعوب العربية كاملة كلنا اخوات وكلنا عرب، انت جزائري وانا مصري واحنا الاثنين عايشين اهو في المغرب، ولكن في بعض الاحيان بعض الناس اللي تسيء لبلادها، اذا كان بقى مصريين اذا كان جزائريين، ولكن خلينا نتكلم بصراحة شديدة ان الجزائر هو اكتر يعني اكتر ناس بنشوفها على السوشيال ميديا تسيء الى المغرب، يعني شفت في المباراة الاخيرة لما في الشان لما غنوا على المغرب في الشان في بطولة مقامة في الجزائر، اصلا كانت كمجرد لعبة كمجرد كرة القدم، هذيك يعني كشعب ديالنا الجزائري بالحق ما راهمش كما تشوف هذوك الناس راهم يديروا الصوالح، ما راهمش يفكروا بالدماغ ديالهم، راني نقول انا كجزائري انا شوف راني نعيش في المغرب عادي، ما شعب طيب بزاف، وانا كل الناس اللي راهم كيشكموا كيدخلوا السياسه في الرياضه في كل شيء ما راهمش مليح. دابا هل انت يعني لما شفت الجزائريين بيهتفوا بيشتموا في قلب الملعب بيشتموا المغاربه كاملين، هل هذا انت كنت مبسوط؟ لا بالحق، لا انا كنت هنايا راني نتفرج هنا في شنطه الجزائر كامل راني هنا وتفرجت وما بغيت واحد الحاجه، انا سمعتها باللي قالك للمغاربه حبسوا ما بقاوش طرقوا لهم القوه هذيك الطيران باش يمشيو من المغرب للجزائر باش يشاركوا في الشان، وانا سمعت هذه القضيه قلت علاش يعني الشعب ديالنا كجزائر كما خلاو موريتانيا دخلت عندهم، علاش المغرب هذه كتبقى من كما نقولوا من العهد القديم هادشي، هذا سياسه قديمه هادشي، هذا كيبقاو يتفكروها بهم وصافي. ما تجي الصحراء ولا معروفه الصحراء المغربيه، انا جزائري وراني نقول الصحراء المغربيه راه كلشي باين، وبالحق كاينين شي مخلفين شي واحد السياسيين عندنا تمايا ما راهمش ملاح بالحق، هذا هو ما الحمد لله راه كلشي راه مزيان. في النهاية احنا حابين نقول لك كجزائري بارك الله فيك، وانت مشرفنا في المغرب الحمد لله، والمغاربة المغاربة شايلنا كمصريين كجزائريين كأي جنسية الحمد لله. على راسهم من فوق ما عندهمش أي عنصرية ما عندهمش. أنا بالحق هذه بلدي الثانية هذه، وكنحس براسي ماشي راني في بلاد ما نقولوا حنايا بلد الناس ولا بلد مغاير، ولكن بالحق هذه كنحسبها بلادي الثانية أكيد، الناس يعرفوني كيفاش أكيد ما فيش فرق بين مغربي مصري جزائري، يعني هذوك السياسيين كيبقاو مالك منهم الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ احنا شعب كشعوب احنا مسطين الحمد لله، هذوك الناس كيبقاو سياسه دخلوها في الرياضه في الصحراء هذه، كاين بالحق المغاربه يتابعوا على الحق ديالهم، وكاين بالحق ديالنا حنايا راه صايي ماشي. في النهاية بنحب نشكرك شكرا جزيلا، شكرا وانت منورنا في المغرب، وانا كمصري مغربي عندي حتة مغربية اصول امي من المغرب هنا من مدينة مراكش، وبنقول لك الف مرحبا بيك والف مرحبا بكل جزائري محترم حر في حالك، بارك الله فيك بارك الله فيك، شكرا شكرا.